السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. معلش تاخرت على تصوير، والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، صحتي الان افضل، اللهم لك الحمد، الحمد لله انا بالصحه والعافيه. بس معلش والله تاخرت وفكيت، لقيت المباراه 1-0 الهلال، الحمد لله هذا المطلوب. لايكاتك واشتراكاتك، بسم الله. يا سلام يا سلام، كملها كملها، والله حلوه جمله تكتيكيه. معلش، كيف سترسل؟ كيف ستنتهي هذه المحاولة؟ الله، ما شاء الله يا الرجل، ما شاء الله. لا لا لا، صعب تدخل هدف على المعيوف، صعب. شوف كيف، والله قريبة. لا لا، إن شاء الله ولا هدف على المعيوف اليوم. مباراة صراحة شطر أول مرة هذه المباراة، توقع الصراحة مباراة تكون أفضل من كذا الصراحة، ما إلى للملل شوية صراحة المباراة. أنا دوبي أقول ما إلى الملل، مو إنه يدخل هدف على الهلال. لا لا خلاص، خليها مملة، أنا راضي، أنا راضي، خليها مملة. انتهى الشوط الأول، الشوط أول أهم شيء النتيجة، هذه أخطر هجمة صراحة كانت هدف، لكن راعي راعي المعروف المعيوف. بسم الله وعلى بركة الله، بدأ الشوط الثاني، الكورة مع الهلال، إن شاء الله تنتهي بفوز الهلال وتأهل الهلال. الله الله الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إيقالو، أنا والله مستغرب، هذا إيقالو اللي كان من نص فرصة هدف، الآن أهداف يضيعها. شو إيش هذا؟ يا أبوي أنت لو لاعب في المتوسط مو كده تشوت. أوه والله كانت حلوة، والله كانت حلوة، ما شاء الله ما شاء الله. مع احترام الفريق الشباب الأهلي، المباراة من طرف واحد من الهلال فقط، الهلال متقدم وقاعدين نشوف باب واحد. يا سلام يا سلام، أوه ما كملت. يلا بسم الله، يلا بسم الله، يلا بسم الله. فيتو فيتو في كأس العالم كل مرة مبدي، إيش اللي يبدأ؟ الشباب الاهلي بدا يضغط، الشباب الاهلي بدا يضغط، ما يبي يستسلموا، ما يبي يستسلموا. لا 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 لا، والله الفاولات هذه ما لها داعي، وفي الاماكن ذي ما لها داعي. الله يستر، شكله حجيت عمر، عمر خريبين صديق ال عمر خريبين كان لاعب في الهلال وكان بيشبك في الهدف، والله كان مخدع المعيوف، لكن لا صعب عليك. المعيوف توجه شيء يمين، بعدين رجع على طول يسار، والله لاعب، والله بطل المعيوف، والله بطل المعيوف، بطل ما شاء الله. ما شاء الله 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 يا ماريجا، كملوها كملوها تكفو، ولا حاجة تعب حق ماريجا. يا بنت قاعد اسوي مراوح، خدعت نفسك. يقالوا والله يقالوا مرة سيء صار، مرة سيء. بسم الله، جانك، اوه جا، والله بطل، والله بطل ما شاء الله، على دفعتين ما شاء الله، والله يستاهل. ابو ابو ابو، هذه خلط جديد، هذه جديد، هذا خلط، والله بطل، والله يستاهل جمهور الزعيم. والله جانك دائما يثبت نفسه في الدفاع، ويثبت نفسه في الكرات الحرة وفي الزاوية. شو ما شاء الله، شو ما شاء الله، الأولى أوبا اداله الثاني هدف، ما شاء الله، شوف الأولى في يد الحارس والقائم، والله يستاهل، استاهل استاهل يا الزعيم، استاهل. الله 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 الله، ما شاء الله. شوفوا مين راجع الآن للملعب، يقالوا أنت من الملعب على المطار على طول، ولو تنهوا عقد وتشوفوا لاعب ثاني افضل لكم من الهلالية. عودة كابتن الهلال وكابتن المنتخب السعودي الكابتن سلمان الفيرج، الحمد لله على سلامته، كان صابته في كأس العالم، الحمد لله على الرجعة، وإن شاء الله بداية خير. شيل شيل، سلام سلام يا ثقة، الله يا ثقة، الله يا ثقة، سلام. هذا اللعب، هذا اللعب، الله. انت متابع سلمان،
الله يستر من الثقة، الله يستر من الثقة، الله يستر. اي لا ما عليك ثقة. يلا الله وصلنا عمل سماء الفرج. بسم الله. سلام يا كنو بطل. لا 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 لا، هذا الهدف هو خلق بدون ما يخلق. الهدف هذا خلق، ما تقول تسلل. لا لا شي 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 شي. كابتن كابتن كابتن، اخلاق كابتن، اخلاق كابتن، اخلاق كابتن. والله هدف، والله هدف. عشان في لاعب كان طايح من شباب الاهلي فماريجا ما طلع الكوره فزعلوا اللعيبه. شوف هنا كان طايح خلاص يطلب انه الحكم يوقف اللعب، ماريجا ما وقف. طب مو من حقه يضربه. شوف شوف ما شاء الله يا الكعب يا سالم. شوف 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 بلاي ستيشن، بلاي ستيشن فيديو يكملها. سلمان واضح انه مو جاهز. اول مباراه للكابتن سلمان الفرج يعني ما في مشكله غلط زي كذا، بدنيا ما هو جاهز الكابتن سلمان الفرج لانه اخذ منه الكوره بكل سهوله. شوف كيف، شوف كيف. وممكن خايف برضه مع الاصابه. ومين اللي دخل هدف؟ عمر الخريبين. يلا صاحبكم زمان خلوه يدخل هدف. لا 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 لا، ما يجي هدف ثاني بغلطه، ما يجي هدف ثاني بغلطه. الله ايوه الله، عمر خريبين كان حيجيب الهدف الثاني بغلطه من نفس لعيبه الهلال. ايش الاغلاط اللي اليوم قاعد تصير من لعيبه الهلال؟ ايوه ايوه لا تستهتر لعيبه الهلال، لا تستهتر. يا سلام رجع رجع عبد الله. ايش قاعد تسوي؟ الهلال بدا في مرحله الغرور والعياذ بالله. ترى كره خربين لو دخلت كان ممكن الى نهايه المباراه وانت قاعد في كان واحد خانقك. انتهت المباراه. الف 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 مبروك اداره وجهاز فني ولعيبه وجمهور. الف مبروك للزعيم، الف مبروك للشباب، اداره وجهاز فني وجمهور. اليوم تاهل الهلال والحمد لله تاهل الليث. لايكاتكم واشتراكاتكم. السلام عليكم. معلش صح اليوم مباراه نايم شويتين لاني دوبي طالع من التعب. ان شاء الله المباراه الجايه اوعدكم بحماس اكثر.